ومن لندن ينضم إلينا السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري. نرحب بك معنا أستاذ رامي. حقيقة أنتم توثقون بشكل شبه يومي تقريبا الأعداد القادمة للمرتزقة. الآن ما هي الأعداد اللي وصلتكم تحديدا لإجمالي الموجودين في الأراضي الليبية، وما هو حجم استعدادهم العسكري؟ نعم طبعا هذه الأعداد، هذه الأعداد الكبيرة التي يسوج بها أردوغان في ليبيا على ما يبدو أن هدفها السيطرة على ليبيا أولا وبعد ليبيا الحدود بشكل واضح حسب ما قالوه للمقاتلين الحدود السورية الحدود الليبية المصرية عفوا. على هذا حلم أردوغان من ليبيا إلى خارج ليبيا. ولكن دعينا نعود إلى أعداد المرتزقة. أعداد المرتزقة الذين بالفعل هم ذهبوا إلى ليبيا هم نحو 14700 مرتزق عاد منهم إلى الأراضي السورية، نحو 2600 أي مناطق الاحتلال التركي عادوا فرحين محمولين على الأكتوف، حققوا انتصار تاريخي. ما لا نعلم إذا انتصار على من وماذا وما علاقتهم بتلك المنطقة من العالم، إلا أنهم مرتزقة لرجب طيب أردوغان. بالنسبة لأعداد الأطفال وهذا المهم جدا، هناك أكثر من 300 طفل جرى تجنيدهم واختطافهم وزجهم للقتال في ليبيا تحت إغراءات مالية. هؤلاء لا يملكون زمام أنفسهم، هؤلاء يجب على المجتمع الدولي أن يتدخل. استعانتهم بالأطفال ما الذي يعنيه سيد رامي وخطورة ذلك؟ يعني بالنهاية تجند أطفال، يعني ذلك بان هناك انعدام للاخلاق بشكل كبير جدا سواء من قبل الحكومه التركيه او من قبل الفصائل المواليه التركيه التي هي بلا اخلاق اساسا، وشاهدناها كيف تنكل بابناء الشعب السوري، وشاهدناها في ليبيا كيف تقوم بنهب بيوت الليبيين مثل ما فعلت في عفرين ومناطق اخرى من الاراضي السوريه. لكن دعنا نقول الان نتحدث عن المرتزقه السوريين، ماذا عن هؤلاء الجهاديين او مصنفين ارهابيا دوليا والذين طاق عددهم 9000 جهادي من جنسيات غير سوريه جرى ارسالهم الى ليبيا، وماذا عن الذين هم من الجنسيه السوريه من عناصر تنظيم الدوله الاسلاميه؟ هنا على المجتمع الدولي ان يتحرك والا يكون هو الشريك لاردوغان بتدمير ليبيا مثل ما دمرت سوريا. طيب استاذ رامي لو تفند لنا، يعني حسب المرصد 1800 من المرتزقه وصلوا الى معسكرات التدريب، هم يدربوا الآن في تلك المعسكرات، عن أي فصائل نتحدث ومن قتل؟ هل من قادة لهذه الفصائل في من قتل من المرتزقة؟ نعم القادة البارزين لا يذهبون إلى القتال. القادة هم يحصلون على الأموال، يحصلون على يعني المناصب وعلى الظهور الإعلامي، ومن يقتل هم يعني قادة محليين أو قادة مجموعات ومقاتلين عاديين. الباقيون هم تجار الآن في تركيا ولديهم عقارات ولديهم تجارة كبيرة في تركيا، هم المتدربين داخل الأراضي التركية في جنوب تركيا نحو 1800 يرسلون أو يهيئون الإرسال إلى ليبيا، ولكن هناك عملية استقطاب مستمرة بعد أن دفعت لهم أموالهم المتأخرة سوى التقدم الذي حققته حكومة الوفاق على حساب الجيش الوطني الليبي في الآونة الأخيرة. لكن دعنا نقول قبل قليل كان هناك مقتل قيادي في تنظيم الدولة الإسلامية باستهدافه من طائرة مسيرة، أين في الأراضي السورية في مناطق خاضعة لسيطرة القوات التركية؟ هل عرفت أي معلومات عنه سريعا سيد رامي؟ نعم هو من محافظة الرقة، ولكن بغض النظر عن من هو أن هناك قيادات وعناصر من تنظيم الدولة الإسلامية موجودة ومتواجدة في مناطق سيطرة القوات التركية داخل الأراضي السورية. شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والإيضاحات كذلك سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري من لندن.